مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج كولاج، نصحبكم فيها في جولة بأنحاء العالم. البداية ستكون من العراق، نتعرف فيها على مكتبة تضم نفائس المخطوطات والمطبوعات النادرة وهي المكتبة القادرية، ثم إلى شمال العراق تحديدا في الموصل نتعرف على مكتبتها العريقة التي هدمت وحرقت بفعل العمليات العسكرية في المدينة، واليوم عادت المكتبة إلى الحياة بمبادرة وجهود ناشطين مدنيين من أبناء المدينة. في المغرب نتعرف على منارة علمية وذاكرة عريقة للتراث المكتوب، هي خزانة القرويين في فاس، وذاكرتها التي تعود إلى عام 750 للهجرة. وغير بعيدا عن المغرب نلتقي في تونس بكاتب برع في سن مبكرة وألف عدة كتب وحصل بذلك على عدة جوائز دولية. ونختم حلقتنا اليوم في موريتانيا والتي نتعرف فيها على مبادرة تهدف إلى التشجيع على القراءة في العاصمة نواكشوط، وكيف حقق أصحاب المبادرة نتائج ملموسة، فابقوا معنا. بدايتنا مع مكتبة القادرية عند مرقد الإمام عبد القادر الجيلاني بوسط العاصمة بغداد. هذه المكتبة نجت من الحرق والنهب أثناء الغزو الأمريكي للعراق عام 2003. تضم المكتبة عدة آلاف من نفائس المخطوطات في مختلف العلوم الإسلامية، وكذلك عددا من الكتب والمطبوعات النادرة. هذه المكتبة من المكاتب القديمة، أنشأت منذ القرن الخامس الهجري، وكان آنذاك مدير المدرسة القاضي أبو سعيد المخرمي، فسميت بالمدرسة المخرمية. وعندما وفاة أبو سعيد القاضي أبو سعيد المخرمي استلمها الشيخ عبد القادر الجيلاني. تعرضت المكتبة إلى كثير من النكبات والفيضانات في زمن هذاك، وتم تجديدها من قبل سليمان القانوني وسلطان مراد الرابع. منذ أحداث 2003 أيضا استطاعت هاي المكتبة أن تنجو من الحرق بفضل بتوليها، بفضل موظفيها استطعنا أن نحافظ عليها هاي المكتبة وعن الكتب والمخطوطات. تحتوي المكتبة على نوع من الكتب المخطوط والمطبوع. المخطوط تتراوح الكتب فيه بحدود 1500 كتاب مخطوط، أما المطبوع بحدود 80,000 كتاب مطبوع. كتبتنا الضم أكثر الكتب القديمة والمخطوطات القديمة في حضرة سيدنا الشيخ اللي عمرها أكثر من 1000 سنة. مثل عندنا كتاب عندنا المفردات في غريب القرآن للأصبهاني، وهو هذا كتاب قديم منذ زمن المغول التتار، وهي نسخة قديمة موجودة، وقد انتشل أحدهم هذا الكتاب من نهر دجلة. وعندنا نسخة من القرآن الكريم من القرن السادس الهجري، وعمر هاي النسخة أكثر من 1000 سنة، إضافة إلى نسخ عديدة وقديمة تتراوح أعمارها بين 300 إلى 400 إلى 500 سنة لحد الآن موجودة في كل العراق. هذه المكتبة، مكتبة الحضرة القادرية، معين آخر للكتب، للمصادر. أحياناً نعثر على كتاب بإمضاء بتوقيع المؤلف نفسه، وهذه سابقة نادرة وجميلة. هذه المكتبة عنوان آخر لفخامة بلادي علماً وفكراً وحتى عقيدة. ها
هذه المكتبة ذكرنا بالرصيد الكبير اللي تركه الأسلاف من العراقيين في هذه العاصمة الحبيبة بغداد. من وسط العراق نتجه شمالاً إلى مدينة الموصل لنتعرف معكم على مكتبتها العريقة التي يعود تاريخها إلى أوائل القرن الثامن عشر. تضم المكتبة نحو 3500 كتاب ومخطوط ومطبوع نادر. هذه المكتبة هدمت وحرقت أثناء دخول مسلحي داعش إليها، واليوم يجتهد ناشطون مدنيون في إعادة ما تهدم منها وبث الحياة فيها. لما جينا على المكتبة تفاجأنا، يعني أبسط مثال، ما باقي لا باب لا شباك لا أجهزة تبريد أو تكييف، كل شيء ما باقي، لا ميز لا كرسي، المكتبة باقي مجرد حيطان. تم حرقها وتدميرها من قبل عصابات داعش بعد دخولهم للموصل بعد 10/6/2014. نحن كشباب في مدينة الموصل اليوم بدأنا في عمليات جمع الكتب لرفض جامعة الموصل ومكتبتها العريقة وكذلك المكتبة العامة المركزية. كانت هذه المبادرات هي أحد المبادرات التي يقوم بها شباب مدينة الموصل لإعادة الحياة لهذه المكتبة. بدأ المشروع يعني منذ ما يقارب سنة ونصف خارج مدينة الموصل، وهو مشروع حيوي. بدأنا بجمع حملة تبرعات كبيرة للمكتبة المركزية آنذاك لإعادة هيكلية هذه المكتبة، ومن ثم تطور المشروع إلى أكبر وأكثر بحيث امتد المشروع ليغطي المكتبات الأخرى. الكثير منها قد هرب إلى خارج القطر ويصعب علينا جمعها في هذه الحالة، لابد أن يكون هناك تدخل لمجتمع دولي لكي نستطيع أن نعيد هذه الوثائق والمخطوطات التي لابد أن تكون في مدينة الموصل. تسمى بعض المكتبات في المغرب العربي بالخزانة، ومنها خزانة القرويين بمدينة فاس، وهي منارة علمية وذاكرة عريقة للتراث المكتوب. أسست هذه المكتبة عام 750 للهجرة، وتضم الخزانة حوالي 4000 مخطوط نفيس، ومنها مصحف كريم يعود إلى نهاية القرن الثاني للهجرة. عندما نتحدث عن خزانة القرويين فإننا بالتأكيد نتحدث عن واحدة من أقدم الخزانات في العالم العربي الإسلامي، من أقدم الخزانات بالنظر إلى تاريخ التأسيس الذي يعود إلى القرن الرابع عشر، وبالضبط سنة 750 للهجرة عندما قام السلطان أبو عيران المانيلي بتأسيس أول مكتبة في بداخل جامع القرويين سنة 750 للهجرة. بالنسبة للمكتبات وشكل لساكنة مدينة فاس، أولا تحفة ورمز للتاريخ، ذلك كما قلنا أنها ذات تاريخ طويل بدءا من عصر المريني ثم السعدية ثم وصولا إلى الفترة العلوية. بالنسبة لنا تشكل حتى مجال يتيح للطالب التحضير لامتحاناته أو البحث في مشروع نهاية الدراسة.
تتوفر الخزانة على قاعة كبيرة للمطالعة، وهي القاعة التي يتم فيها استقبال الباحثين والطلبة، وهناك موظفين يقومون على خدمة هؤلاء الباحثين والطلبة، وهناك قسم آخر وهو قاعة وهو من أهم القاعات في خزانة القرويين، وهي القاعة التي نصور الآن فيها هذا الشريط، وهي خزانة وهي قاعة حفظ وصيانة المخطوطات، وهي قاعة مجهزة وتحترم المعايير الدولية فيما يخص الحفاظ وصيانة المخطوطات. خزانة القرويين قلنا تتوفر على مجموعة من المطبوعات تفوق 25,000 عنوان، وهناك نوع آخر من المطبوعات وهو المطبوعات الحجرية حوالي 600 عنوان من المطبوعات الحجرية، وكما أن لدينا أيضا رصيد هام من المخطوطات يصل إلى 4,000 مخطوط. الخزانة هي في الأصل لها مكانة كبيرة، خاصة جاءت يعني كمعلمة أثرية لخدمة العلماء والمفكرين ويعني والدارسين لشتى المجالات كالفقه والفيزياء والكيمياء والأدب والفلسفة والفكر الإسلامي أيضا. أو ميزة خزانة القرويين أو ما يميز خزانة القرويين هو أنها بقيت مفتوحة في وجه الباحثين والطلبة منذ تأسيسها في القرن الرابع عشر إلى يومنا هذا، وذلك الفضل يعود إلى أهمية أو العناية التي يوليها سلاطين الدولة المغربية لهذه المعلمة، وكلما تطلب الأمر ترميم أو توسيع أو تأهيل فهم لا يترددوا في إعطاء أوامرهم بالحفاظ على هذه المعلمة منذ تأسيسها إلى يومنا هذا. في تونس برع كاتب صغير بعمر 14 عاماً وألف عدة كتب في مواضيع مختلفة أبرزها عن الأطفال وتلاميذ المدارس. إنه أمير الفهري الذي يتقن عدة لغات إلى جانب اللغة العربية والحاصل على عدة جوائز دولية. اكتشفت موهبتي عندما فزت المرة الأولى عندما يكون عمري 8 سنين بالجائزة الأولى في نيويورك بالأمم المتحدة للمطالعة والكتابة، وتلك الجائزة أحملتني إلى عالم آخر، وذلك العالم كان عالم عجيب، كان عالم تستطيع أن تتحدث فيه مع قيم أخرى ومع مبادئ أخرى، وتلك القيم والمبادئ تتواجد عند قبائل أخرى. لدي 25 كتب ونشرت 3 منهم، فازوا بالجوائز الأدبية العالمية، وكل كتاب لديه وجهة نظر مختلفة، وتلك الوجهات عندما نجمعها نستطيع أن نكون بها رواية كبيرة، وتلك هي الرواية التي يستطيع أن يكونها كل ابن العالم. نيجار محمد، عراقية من كردستان العراق، وعمري مواليد 68، وأم أمير الفهري. أمير من اللي تولد ذاك البريق اللي في عينيه، من لحظة ولادته حسيتها كانت تشعب بالذكاء، ويوم بعد يوم حسيتها أكثر وأكثر وأكثر، وإحساسه وعاطفته الجياشة وإحساسه بالآخرين ورقة العاطفة اللي عنده كانت متوازية دائماً مع الذكاء متاعه. سبع لغات: الإنجليزية، العربية، الصينية، اللاتينية، والكردية، والفرنسية، وكل لغة كانت لديها أهميتها، والفترة التي كنت أتعلمها دائما تبقى يعني في أحلامي كل ليلة تتكرر، لأنك عندما تتعلم لغة أخرى تتعلم طريقة أفكار أخرى. وأجمل سؤال طرحه علي شخص ما هو: بأي لغة أنت تحلم؟ في خوش حالم بويكرة قلت أنا بم أوف في خوش حالم ككرد بم ولسان أمكان على بيلان
Je suis très fier d'être aujourd'hui avec vous et je suis très heureux. Bonjour. اهلا وسهلا بكم اصدقائي الاعزاء. انني سعيد جدا بان اتواجد معكم اليوم. Ladies and gentlemen, thank you very much for being among us today. I'm very honored and I'm proud to be on your channel. Thank you very much. Guten Morgen, willkommen Sie und ich bin sehr glücklich für Ihre Präsentation. Ni hao, wo han hao, Deus Sanctus est ne oratio latinas. أغلب الأحيان عندما يفاجئني بنجاح كبير ويفاجئني بإحساسه الكبير، الدمع يهبط في عيني. مثلاً في نهارة اللي قال لي إنه استدعوه في سفرية مع الرئيس بطائرة الرئيس الفرنسي، بالطبع أي أم الدمع يهبط من عينيها والفرحة تكون كبيرة والفخر كبير. العائلة كانت دائما تشجعني ودائما عندما أستطيع أن أذهب في أحضانها فذلك أكبر شيء يستطيع أن يساعدنا في اليوم الحالي. موريتانيا محطتنا الأخيرة لهذا اليوم، نتعرف فيها على مبادرة اقرأ معي، وهي مبادرة أطلقها بعض الشباب وتهدف إلى التشجيع على القراءة في العاصمة نواكشوط. أصحاب المبادرة حققوا نتائج طيبة وأسسوا مكتبة توفر كتبا للإعارة، خصوصا لأولئك الذين ليست لديهم القدرة على شراء الكتب. البداية كانت على مواقع التواصل الاجتماعي كفيسبوك وواتساب، كانت من خلال مجموعة من الشباب. بعد 5 أشهر أو 6 حاولنا أن نجعل هذه الفكرة على أرض الواقع وقمنا بإنشاء مكتبة. أهداف المكتبة هي نشر ثقافة القراءة بين أوساط الشباب الموريتاني ومحاولة إصلاح العلاقة بين الفرد الموريتاني والكتاب، لأن المجتمعات لا تقوم إلا على التصالح مع الكتاب وعلى القراءة والثقافة. مكتبة ثرية بعناوين، ثرية بتخصصات، وأجد فيها نفسي كثيرا ولذلك انضممت لها كمنتسب. هذه المبادرة وفرت لي عديد من الكتب المختلفة الغير موجودة أحيانا في مكتبات نواكشوط. على سبيل المثال الأدب الروائي، كنت عندما أكتشف رواية تصدر رواية من عند أحد دور النشر أبحث عنها في مكتبات نواكشوط وغالبا لا أجدها. غالبا الكتب المكتبات في نواكشوط أو في أي مكان توفر لك، أو أغلبها بعد يوفر لك لا مطالعة. هذه المكتبة ميزتها على المكتبات الأخرى أنها تعطيك إعارة، وإعارة مالية طويلة المدى شوية 10 أيام مقابل التمليل، لذلك ربما هذه ميزة جيدة. هاي أول زيارة لي لهذه المبادرة، سمعت بها عن طريق فيسبوك وعند أحد الزملاء، وقمت اليوم بزيارتها واقتنيت أحد الكتب، ساقوم بمراجعتي إن شاء الله ثم وعيده. هي مكتبة صغيرة جدا لكنها تحتوي على مجموعة من الكتب من مختلف مجالات، روايات، تاريخ، غير ذلك، ولكنها تحتاج للدعم. لا حاليا لم تحقق، لان حتى عمرها لا يسمح لها بان تكون حققت حتى الان مبتغاها، لان هي عمرها فقط 2 سنين ونيف،
لذلك لم تحقق مطابعها بعد، لأن مطابعها هو نشر الثقافة في موريتانيا، نشر ثقافة القراءة، نشر ثقافة الكتب، نشر ثقافة مصاحبة الكتاب في أي مكان، لكن ممكن نقول أنها حققت جزءا منه، لكن لم تحقق جميع ما تسبق إليه. وصلنا وإياكم مشاهدين الكرام إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم في الحلقة القادمة من برنامج كولاج ورحلة أخرى حول العالم. إلى اللقاء.